أهلا وسهلا بكم حبيباتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأسفة جدا على التأخيرات نظرا للعديد من الالتزامات والمواعيد اللي عم أخذها مع الناس، فما قدرت أن أسوي الجزء الثاني اللي وعدتكم به. المفيد أنه اليوم سوف أقوم بالقراءة رقم 11 لنسرين بن زهيرة كأول قراءة، ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد، وإن شاء الله اللي ما حالفوا الحظ يحالفوا الحظ إن شاء الله في الأيام القادمة. نسرين بنت زهيرة حابة تعرفي عن الحياة والزواج والعمل. حبيبتي أرى أنك الحمد لله سوف يكون عندك نصيب، يعني النصيب ما رح يتأخر، تأخر كثيرا صحيح معاكي في هذا الموضوع، وتعبتي جدا تعبتي جدا، أنا أشوف أنه قلبك مكسور، تحبي أنك تفرحي تسعدي، ولكن أمورك عم تحسيها أنها معطلة، يعني عم تحسي أنه حياتك متعبة متعثرة، يعني ما عندك حظ لا مع الأصحاب ولا مع الصديقات ولا مع الحب ولا مع العمل، أمورك معطلة. ولكن الحمد لله ما عندك سحر، يعني اللي خبرك أنه أنت عندك سحر أو كذا فغير صحيح بالمرة، أنا أشوف أنه عندك بعض الهواجس والشكوك، خايفة لما يكون هذا من جراء القضاء والقدر، لكن حبيبتي لا، هذا ابتلاء من عند الله ليختبر صبرك ولي ينظر لك بعين الرحمة، أنت في نهاية الأمر رح يكون عندك زواج بإذن الله السميع العليم، عندك زواج إن شاء الله ما رح يتأخر هو، ولكن تقريبا خلينا نقول يعني 8 أشهر إلى الأمام، بين معين 8 أشهر إلى الأمام. إلى جانب ذلك بالنسبة لك يعني يا نسرين، العمل المشكلة أنك تبحثين عن العمل، باذل مجهود في العمل، ولكن كل ما تمشي لمكان عشان تشتغلي فيه تلاقي الصد وربما عدم الرد، ولكن عندك الشهر 3 عفوا سنة 2020 بإذن الله السميع العليم راح تشتغلي، شهر 3 سنة 2020 راح تشتغلي إن شاء الله، ونعرف أنه الأمور صعبة عليكي ولكن بإذن الله راح يكون إلا الخير يا ربي. طيب أنتقل الآن إلى السحب الثاني رقم 12 لرنا بنت سيدة على أحمد. في بلوك بالموضوع، هذه صديقة من سوريا والأولى صديقة من الجزائر، في بلوك كأنكم أنتم الاثنين سوين لبعض بلوك أو ما تحكوا، يعني أنا نشوف أنه صراحة مفصلين بدون سبب، وهذا الشخص نعم يحبك سوف يعود لك، ولكن أحس أنه أصبحت أنت نوعا ما نكدية أو روتينية، لهيك هو ابتعد منك، ابتعد بدون سبب، ابتعد عشان كذلك يزبط أموره يشوف حاله هل هو قادر على الزواج أو لا، لكن هذا الشخص رح يتزوجك. بالنسبة لحبيبك يعني رنا بنت سيدة على أحمد ابن حواء، هذا الشخص رح يكون من نصيبك، وعنده تشاورات عائلية رح تصير ورح يرجع لك في ظرف وقتين، يعني في ظرف أسبوعين أو يومين رح يرجع، بعد يومين أو بعد أسبوعين من تاريخ هذه القراءة رح تشوفي كيف هذا الشخص رح يرجع لك، إذا في بلوك ما بينكم رح يحذف البلوك وترجعوا سوا لبعض. وبالنسبة لهذا الشخص نعم يحبك حبيبتي، لا هذا الشخص يحبك، ولكن المشكلة حاولي أنك بقدر المستطاع انك ما تكوني نكدية وما تضغطي عليه، خليه على راحته لانه مش فاهم حاله متى رح يحدد موعد الزواج، ولكن هذا الشخص بالنسبة لنواياه نعم النوايا جيدة وجادة باذن الله، يعني ما يكون الا نصيبك حبيبتي رنا بنت السيدة من سوريا، هذا الشخص يفكر فيك ويراقبك على فكرة، ولكن ضامن على قلبك وعارف أنك تحبيه مهما فعل، هو سوى هيك عشان يفهم حاله هل أنت هي البنت اللي رح يتزوجها أو لا، لكن رح يكون من نصيبك بإذن الله حبيبتي. أنتقل الآن إلى القراءة 13 فاطمة بنت منى وحارث ابن الوفاء، أظن أنه هذه الصديقة من السعودية عشان أنا اختلطت في حاولت أخلط ما بين البلدان، يعني أخذت تعليقات من كل البلدان، وأنا في كثير ناس يقولوا أنه أنت ياسمين أنت مادية وأنانية ومدري إيش، يعني أنا لو كنت مادية ليش أنا عم سوي فيديوهات
وليش عم سوي قراءات مجانية وليش عم أعمل لايف، يعني ما أدري ليش صراحة. المفيد، ما أطول عليكم، هل في رجوع بين فاطمة بنت منى وحارث ابن الوفاء؟ طيب نعم في رجوع، نعم في رجوع، الرجوع رح يكون موجود حبيبتي. هو مطنش وعامل حاله انه مو هون، ومخليكي يعني تحسي بانه هذا الشخص كانه مره يكون كويس مره لا، ولكن لا في رجوع. هذا الشخص رح يرجع لك قريبا جدا ورح يتصل عليك. على فكره انا اشوف انه الاتصال موجود، يعني بالنسبه لفاطمه بنت منى حارث ابن الوفاء رح يرجع يتواصل معك، ما رح يتركك، ما رح يتركك، يعني كانه شافك انه انت كنز في حياته. مره بيكون بارد معك ومره بيرجع كويس، ولكن الفترات الأخيرة أصبح ممل حتى في طريقة التعامل، وما كان رومانسي معاكي، أو كان من النوع اللي أصبح عصبي شوية، فكأنك ما تحملتي تصرفاته صراحة. ولهالسبب هو حاليا أنتم مفصلين، ولكن بالنسبة للرجوع رح يكون موجود إن شاء الله بعد وقتين قريبين. أنا نشوف أن الرجوع موجود، نعم، وهذا شخص يحبك. يعني بالنسبة لهذا الشيء ما تخافي، يعني وقتين يومين أسبوعين على أقصى تقدير هذا الشخص رح يرجع يتواصل معك ورح يتصل فيك كذلك. بالنسبة للمبادرة رح تكون منه هو حبيبتي. أوكي أنتقل إلى القراءة 14 لدعاء بنت لوزة. هل مسلم ابن حواء يحب دعاء بنت لوزة أو يحب زينب بنت حواء؟ هذه صديقة من العراق. لا 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 لا، هذا الشخص خلينا نقول أنه عنده قلب واحد ولكن ميال للكثير من النساء صراحة. يعني هو من النوع اللي يحب بالعين ويعشق بالعين، عشاق، من النوع اللي كل ما يشوف واحدة يحبها. وبالنسبة لك كيف ينظر إليك؟ هو ينظر على أنك إنسانة جادة للزواج، ويرى أنك إنسانة مسؤولة أو إنسانة يعني عندك شخصية كويسة ولكن ذكية جدا، يعني لهيك هو محتاط منك أو يتهرب منك. ولكن هذا الشخص ما تخافي منه بإذن الله سميع العليم، رح يرجع لك، نظرته نظرة إيجابية لك، ما يفكر بك مثلا بنوايا سيئة، بالعكس أنا أشوف أنه نوايا طيبة. ولكن المشكلة أو العيب الوحيد فيه أنه كل طفلة أو يعني عفوا كل بنت يشوفها يحبها أو يشوف أنه هي ما شاء الله عليها جمال وكذا، يعني هو من النوع اللي يعشق المرأة ظاهريا. أما بالنسبة لك فما شاء الله أنت جمال خلق وأخلاق، فبطبيعة الحال يحبك من الداخل ومن الخارج. يعني بالنسبة لهذا الشخص هو زينب هذه مجرد إعجاب، أما بالنسبة لدعاء بنت لوزة فيفكر فيك من ناحية الزواج والارتباط. هو حاليا ما زال لا يفكر بالضبط في الزواج والارتباط، ولكن نواياه طيبة تجاهك. أوكي حبيبتي، وأهلا بك وبكل أهل العراق. الآن أنتقل إلى القراءة رقم 15، مروة بنت عايشة. حابة تعرف على الأكس، الأكس اللي هو كامل ابن السيدة، هل في زواج عندها؟ يعني أنت ثلاثية العلاقة، عندك مروة بنت عايشة، هذه أظن هي ما أدري تونسية، كأنه مروة بنت عايشة على كامل ابن السيدة، هل في زواج أو لا؟ لا لا، شوفي بالنسبة لهذا الشخص اللي هو الأكس ما ترجعي له مرة أخرى، فكأنه عندك جانب مشرق حاولي أنك تنظري إليه. جهة الكارت من هنا جهة سلبية، وجهة الكارت من هناك جهة إيجابية. يعني بالنسبة لك حبيبتي مروة بنت عائشة أنا ما أنصحك في كامل ابن السيدة، لأنه شخص أناني ويوعد ويخلف. شكلك لما دخلتي في علاقة جديدة هذا الشخص رجع لك، ولكن رجوعه ما رح يكون رجوع جدي صراحة. يعني أنا أرى أنه رضوان ابن نجلاء أحسن منه بكثير، ورح تشوفي هذا الموضوع، رح تتأكد لك الأيام أنه هذا الشخص لا يستحقك بالنسبة للأكس. يعني أما الحبيب الجديد رضوان ابن نجلاء فنعم أرى أن عنده زواج، هذا الشخص كأنه بعيد عنك في المسافة ولكن قريب من قلبك، مهتم بك، كويس جدا في تعامله معك، يستحق حبك وتستحقين حبه، فأعطي لهذا الشخص فرصة. ولما يرجع لك الأكس يعني ما أدري أنا، أغلقي في وجهه الباب، ما تعطيه ولا أي فرصة لأنه لا يستحق ذلك. يعني حبيبتي مروة أنا أحبك أنك تنظري للجانب المشرق في الكارت أو في حياتك، لأنه هو
اللي راح يعطيكي أمل وطاقة إيجابية عشان تنظري للأمور بإيجابيات. فأرى أنه بالنسبة للحب أو النوايا الطيبة للزواج فهو رضوان ابن نجلة. أما بالنسبة لموضوع الزواج فإن شاء الله بداية هذه السنة موفقة عليك عشان تحددي أمر الزواج. مازال لم مو مبين معاي في الكارت صراحة، ولكن عندك فرحة منتظرة في العام الجديد إن شاء الله. رح نزل أنا أبراج على كل حال. أنتقل الآن إلى القراءة رقم 16 اللي زينب بنت حواء على محمد ابن جميلة. رح نشوف هذا الشخص زينب بنت حواء على محمد ابن جميلة. هل شوفي هذا الشخص تركك، وهذا الشخص أناني جدا ومغرور ويحب نفسه، أما أنت فطيبة استغلك من جميع النواحي. أنا نشوف أنه استغلال كلي لك، لمشاعرك، لقلبك، لوقتك، لأحاسيسك، لما أدري أنا، لكثير أشياء صراحة. الحب موجود لكن من طرفك، هذا حب من طرف واحد حبيبتي. يعني بالنسبة لزينب بنت حواء أنا أقول لك أنه بالنسبة لمحمد ابن جميلة فهو حب من طرف واحد. هذا الشخص ذكي جدا، أو خلينا نقول أنه خبيث جدا، ويعرف أنك أنت تحبيه. لهالسبب هو يعني من النوع اللي يرجع لك في كل مرة، ولكن ما عم شوف أنه هو طالب بالزواج أو طالب كذا. يعني بالنسبة لهذا الشخص قفلي عليه واتركيه، ما تخليه في حياتك أبدا، ما يستحقك والله العظيم، وأنت تستحقين شخص أحسن منه. نعم الفرحة قادمة لك، فقط انسي الماضي. أنت أظنك تشبهين القراءة السابقة، يعني حاولي أنك تقفلي على الماضي وتنظري للمستقبل المشرق. إنما بعد الظلمات يجي النور بإذن الله السميع العليم. أنا أحبك إنسانة متفائلة بالله وكلك طاقات إيجابية، يعني تفائلوا خيرا تجدوه. بالنسبة لهذا الشخص اتركي، لا يستحق الانتظار، بل يستحق أنك تقفلي على وجهه الباب وتروحي تشوفي حياتك مع شخص يستاهلك صراحة. أوكي حبيبتي. أنتقل الآن إلى القراءة رقم 17 هديل بنت خديجة من العراق. تحية لك ولكل أهل العراق. هديل بنت خديجة على حسين ابن حواء، هل في أمل للرجوع أو لا؟ طيب نعم الأمل موجود في الرجوع، وهذا الشخص المشكلة أنه في أون وأوف كثير بالكارت، يعني أنه هذا الشخص يوعد يخلف يخلف يوعد يوعد يخلف، ما شاء الله، يعني كمية في التناقض في شخصية هذا الشخص. هذا حسين إنسان متناقض إلى أقصى حد. أنت إنسانة واضحة وصريحة، ونشوف أنك حابة أنك تفهمي على حالك بخصوص هالعلاقة، ولكن إلى الآن غير فاهمة. هذا الشخص يبتعد ويرجع، ورجوعه هذا وابتعاده هو اللي خلاك أنك الآن تفكري أنه هذا الشخص يستغلك ويستغل طيبة قلبك. أنت إنسانة صادقة صراحة، ولكنه الشخص أناني يفكر في حاله، والرجوع موجود على كل حال، ولكن لك حرية الاختيار إذا قبلتي بالارتباط بهذا الشخص أو إذا أنت تريدين النظر إلى مستقبلك المشرق. هذا الشخص رح يرجع لك، المشكلة أنه شخص أناني يفكر في نفسه، ورغم ذلك نشوف أنه الحب يعني هو مو راضي يتركك صراحة، مو راضي يتركك، بس المشكلة أنه عنده علاقة ثلاثية. نعم عنده علاقة ثلاثية هذا الشخص، ما أدري، ربما لازمك تتأكدي من الموضوع. لكن بالنسبة لهديل بنت خديجة على حسين ابن حواء، أنا أشوف أنه هذا الشخص مرتبط أو عنده علاقة ثلاثية، ولكن مكره، لا يريد دخول هذه العلاقة، وفي نفس الوقت غير فاهم على حاله، يعني كأنه ما بين الأخذ والرد، هل يدخل معك في علاقة، هل يتركك، كأنه عاوز يقول لك انتظريني أنا راح ارجع لك، ولكن الانتظار راح يطول صراحة. فإذا انت تريدين الانتظار المطول
ما أدري يعني، صراحة ما أدري يعني، أنت ولك حرية الاختيار في ذلك حبيبتي. لكن بالنسبة لهذا الشخص، هو نعم عنده مشاعر تجاهك، ولكن ليست مشاعر حب، لأنه مو حب كثير يعني، عرفتي؟ مو الحب الأسطوري اللي أنت تفكر فيه. قادر أنه يسوي البديل، قادر أنه يجيب البديل، ولكن هذا الشخص راح يرجع لك في كل الأحوال، وكأنه في رسالة يعني في الكروت يقول لك أنه انتظريني أنا راح أرجع لك. ولكن ما تدرين كم هذا التوقيت، يعني أنا نشوف أنه هو في رجوع وفي أمل، ولكن المشكلة أن الوقت راح يأخذ الكثير من ذلك. طيب حبيبتي، أنتقل الآن إلى القراءة رقم كريمة بنت نعيمة على ياسين ابن فاطمة. حب من طرفين، كريمة بنت نعيمة على ياسين ابن فاطمة. حبيبتي كريمة، حب من طرفين، هذا الشخص يحبك، ولكن المشكلة أنكم أنتم الاثنين ما شاء الله عليكم يعني في القسوة والعناد والكلام يعني ما شاء الله، أنتم الاثنين عناديين نمبر وان في العناد، أنتم الاثنين قاسين على بعض، ولكن رغم ذلك الحب موجود. بس يبقى المشكل انكم شوفي كيف، يعني اثنين تحبوا بعض واثنين تكرهوا بعض، نفس الشيء نفس الشيء، مرة تحبوا بعض ما شاء الله تكونوا ثنائي ممتاز، ومرة تكونوا ثنائي حرب، تقوم حرب قائمة ما بينكم وبين هذا الشخص. ما أدري ليش، يعني ما أدري ليش، رغم إنه الحب موجود صراحة، ليش هيك؟ يعني أنا ما أحب هيك، أنا أحبكم تتروقون مثل ما يقول السعودي، انكم تكونوا ناس يعني على رواق، تحكوا وتقولوا انه احنا ما لازم نعيد اخطاء الماضي، احنا ناس نحب بعض، شو المشكل في العلاقة، شو سلبيات العلاقة، شو ايجابيات العلاقة، شو لازم نغير من بعض عشان تنجح هاي العلاقة. لا ما احبكم هيك تفكرون انتم، المشكلة انكم لما تحكوا بالتليفون يخرب كل شيء، تخرب العلاقة ويصير عندكم الخصام والشجار ما أحكي لكم يعني عن كمية القسوة اللي، ولكن حبكم موجود، علاقة ممتازة. أنا ذكرني بزوجي قبل، كنا دائما هيك يعني ما شاء الله، ولكن وصلنا للزواج. طيب بالنسبة لك، لازمك توصلوا للزواج، ولكن لازمكم تفهموا على بعض. يعني بالنسبة لك حبيبتي كريمة بنت نعيمة على ياسين ابن فاطمة، مصير علاقتكم تكون فيها زواج، ولكن بعد 7 أشهر، ربما شهر 7 سنة 2020 راح يكون عندكم زواج. أما بالنسبة لعلاقتكم يعني متى راح ترجعوا قريبا جدا، بالنسبة للرجوع راح يكون قريب جدا، بعد 4 ساعات، بعد 4 أيام راح ترجعوا، أنا نأكد لك رجوعكم موجود حبيبتي، ما تخافي إن شاء الله، الله يسر أمورك. أنتقل الآن إلى القراءة رقم 18. أوكي، أنا أسجل التوقيتات عشان أكتبهم لكم في التعليق. بعد رشا بنت أحلام على مهند ابن حكيمة من العراق، نتشرف بك وبكل العراق. محظوظات، العراقيات عندهم الكثير ما شاء الله، طائرة الأوراق، طائرين الأوراق. رشا بنت أحلام على مهند ابن حكيمة. طيب أنت صراحة ما تركتي لي سؤالك، ولكن أنت أظنك حابة تفهمي شو مصير علاقتكم، وهل هذا الشخص يحبك أم لا. بالنسبة لمهند ابن حكيمة، هذا الشخص يحبك، ولكن المشكلة أنه الحب مع الاستغلال الجسدي صراحة. يعني بالنسبة لرشا بنت أحلام، أنا نشوف أنه الحب موجود، ولكن حابب أنه تصير ما بينكم يعني علاقة حميمية وعلاقة حب وغرام من النوع الآخر. وما أدري أنت ما يعني، من جهة تحبي هذا الشخص وقادرة أنك تتنازلي عن كثير أشياء في سبيل نجاح هاي العلاقة، ولكن احذري من كل الفخاخ اللي قاعد يسوي لك ياها مهند. يعني بالنسبة لمهند ابن حكيمة، انت اظنك حبيتي، انت ما تركت لي سؤال، ولكن حابة تسألي عن مصير العلاقة وهل هذا الشخص يحبني ام لا. نشوفي هذا الشخص يحبك صح، ولكن تحولت العلاقة الى، نظرا للكثير من التنازلات اللي ما بينك وما بينه، تحولت العلاقة الى نوايا يعني فيها إيحاءات جنسية، وربما كلام فيه إيحاءات جنسية، ولكن هذا الشخص الحب مو حب كثير يعني، أو حب كبير صراحة يعني. نعم، شوف إنه المشكلة، خليني أتأكد لك أكثر.
أنا نشوف إنه هذا الشخص ما يعرف ما يحسن كلامه معك، ربما كلامه دايما عن الأمور الأخرى وأنت ما تقبلي بهالأشياء، في نفس الوقت قابلة إنك تتنازلي، يعني مش عارفة على حالك، خايفة إنك تخسري هذا الشخص. ولكن حبيبتي أنا نشوف إنه لو تشوفي شخص أحسن منه، ما أدري، أنا نشوف إنك لو تعطي فرصة لشخص أحسن منه صراحة مو مناسب لك. طيب أنتقل إلى القراءة رقم 19 على بدرية بنت محينة ونواف ابن حواء. أظن أنك سعودية، تشرف بك وبكل السعوديات، أنا أتواصل مع كثير سعوديات وأحبكم لله في سبيل الله. بدرية بنت محينة على نواف ابن حواء، هل بيننا زواج؟ متى رح يكون؟ والأحوال المادية. نعم هذا الشخص يفكر فيك، ولكن المشكلة أنك خايفة لما يتم الزواج، خايفة ليكون هذا الشخص عم يضحك عليك. لا مو صحيح، خليني أشوف شو الكارت رح تنزل هكذا. المستقبل بعيد، في مقابلة. لا هذا الشخص صراحة يفكر في الزواج، يفكر في الارتباط، بس أنا عم شوف أنه هو في نفس الوقت مرتبط، ما أدري ربما متزوج أو عنده علاقة أخرى. يعني حاولي تتأكد يا بدرية بخصوص علاقة ثلاثية، لأنه هذا الشخص مبين معاي أنه في أحد معاه. إلى جانب ذلك نعم يريد الزواج منك ورح تكون أموركم ميسرة، تقريبا أنت مع هذا الشخص يعني علاقة سنوات. أنا نشوف أنه بالنسبة لبدرية علاقتكم علاقة سنوات، وهذا الشخص رح يتزوجك، يا إما علاقة سنوات أو علاقة الأشهر، لأنه مبين معاي في وقتين، شهرين سنتين ما أدري، هيك مبين معاي في الكارت. هذا الشخص عندكم نسبة توافق كبيرة جدا وتفهموا على بعض، رح يكون في زواج من نصيبك أنت وهذا الشخص، ما رح تواجهون ولا صعوبات. بالنسبة للأحوال المادية يعني بالنسبة للزواج أنا مبين معاي أنه هذه السنة الجاية عندك زواج، أما بالنسبة للأحوال المادية نعم عندك الأحوال المادية ملخبطة كثير صراحة، وحاسة حالك أنك متعثرة في الحال المادي، ولكن إن شاء الله رح تفرج خاصة مع ارتباطك بهذا الشخص اللي هو نواف، رح تفرج أموركم ورح تكون أموركم كويسة بإذن الله. يعني إن شاء الله بداية هذه السنة رح تكون مباركة عليك ورح تشوفين هذا الأمر إن شاء الله. طيب أنتقل الآن إلى القراءة رقم 20، حنان بنت صليحة، برج العذراء، عبد الحق ابن حواء، والحبيب الحالي محمد ابن حواء. أنت حابة تشوفي هل سيزول التعب والاكتئاب؟ خلينا نشوف على حالك أول شيء. حنان بنت صليحة، صحيح أنت تعبانة وأمورك معطلة وعندك بعض العكوسات، أنا مبينة معاي أنك عندك 7 سنوات أو 9 سنوات وأنت على هذه الحال من التعب والاكتئاب والتعثر. ولكن شوفي حبيبتي المشكلة أنك أمورك معطلة، ما أدري عندك طاقة سلبية، يعني هذه الطاقة هي طاقة تعطيل، تعطيل ليس السحر ولكن تعطيل وعكوسات، كل ما تجي تقدمي على شيء يصير عكس ذلك ويصير التعب والإرهاق ولا توصلي إلى أمورك بكل سهولة. إلى جانب ذلك حبيبتي حنان بنت صليحة برج العذراء، إن شاء الله هم على فكرة أنا رح أنزل يعني الأبراج، محظوظ جدا برج العذراء منتصف شهر منتصف سنة 2020 إن شاء الله، ابتداء من شهر 6 عندك الكثير من الأشياء والتطورات الإيجابية. لكن حنان بنت صليحة برج العذراء أنا مبينة معي إنه عبد الحق اللي هو الإكس، هم اثنين، شوفي هم اثنين رجال، اثنين رجال بالكارت، واحد يحبك وواحد لا، اللي من الماضي نادم وحاوز يرجع لك ولكنه لا يستحق الرجوع، وإذا ما رجع لك راح يكون رجع لك عن قريب جدا. أما بالنسبة للحبيب محمد فأنا نشوف أنه هو إنسان يسكن في بلد آخر، أو ربما عندكم بعض الاختلافات العائلية الاجتماعية أو العرقية، أو ربما في فرق بين العمر، أو حتى تكون ربما يكون مطلق أو أنت مطلقة. المفيد أنه هذا كله ما راح يكون مشكلة، ما راح يتسبب في مشكلة. بالنسبة لمحمد أنا مبين معاي أنه أحسن بكثير من عبد الحق. عبد الحق رغم أنكم قريبين من بعض أو ربما عندك ما عندكم فوارق اجتماعية أو فوارق مذهبية أو فوارق يعني في العمر، ولكنه لا يتناسب معك، المناسب لك هو محمد ابن حواء، يعني هو اللي راح يكون معاه الزواج.
وهذا الشخص المشكلة أنه في بلد آخر وعنده بعض المشاكل المادية، حتى هو يعني بالنسبة لحنان بنت صليحة حتى محمد ابن حواء عنده بعض المشاكل المادية، ولكن رغم ذلك أنا نشوف أنه في ارتباط به، يعني هذا الشخص رح يتقدم لك للزواج بإذن الله السميع العليم، ورح تشوفين هذا الأمر. أما بالنسبة لعبد الحق فأتركي، ما يستحق ولا أي ذرة ولا أي قطرة من دموعك الغالين. أنتقل الآن إلى القراءة، عدد 21، أماني بنت أمينة. أو على جاسم ابن ندوة، هل في طلاق ورجوع؟ لا لا لا، في رجوع، في رجوع، لكن لكن المشكلة، لا الرجوع موجود حبيبتي. بالنسبة لأماني بنت أمينة على جاسم ابن ندوة، هذا الشخص رح يرجع لك، ولكن في آخر لحظة من فقدان الأمل. يعني أنت خلاص لما تتم إجراءات الطلاق وتقولي خلاص أنه هذا الشخص خلاص ما رح يرجع لي، وأنه رح تتم إجراءات الطلاق وكل شيء، رح يرجع هذا الشخص، رح تصير في بعض التدخلات العائلية، رغم أنكم أنتم الاثنين حاسمين في موضوع الطلاق، أو هو اللي حاسم وأنت ما تحبي تطلقي، هو اللي حاسم أكثر، تحسي أنه هذا الرجل تغير عليك، صرتي ما تعرفي، صار متغير. ولكن أنا أشوف أنه في أحد حابب يسوي لكم سحر تفريق، ولن ينجح ولن يفلح، يعني وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أماني بنت أمينة، رح يكون رجوعكم موجود بعد 3 أوقات، بعد 3 أسابيع، 3 أشهر، المفيد رح تصير مماطلة بالموضوع، رح يتأخر صبر، يتأخر صبرك ويتأخر فرج الله، ولكن قريب بإذن الله. أنت إنسانة موجوعة، حسيتي الغدر كله أتاكي من جاسم، نعرف أنه جاسم ما أوجعك كثير، تصرفاته كانت مرة مرة محزنة، ولكن رغم ذلك بإذن الله السميع العليم رح ترجع، وما رح يكون في طلاق. اتهني وحطي في بطنك بطيخة صيفي، معك ياسمين رح تكون بجانبك بإذن الله السميع العليم. أنا مناصفة للمرأة ولحقوق المرأة، يعني أنا ما أحب ولا أحد فيكم تبكي صراحة، أنا أحبكم جميعا تكونوا مبسوطين كويسين سعداء. أشكركم جميعا وأسف على التأخيرات، لأنه في كثير عندي التزامات صراحة، يعني في عندي المكتبي، في عندي أشغالي، أعمالي الروحانية، قراءات ما شاء الله، يعني صراحة، وعندي حتى رقم ثاني، لأنه ما أتعامل فقط بالرقم هذا، في عندي رقم ثاني للناس اللي دائما تكون على تواصل معي، لأنه في كثير ناس تسوي اشتراكات شهرية، فهذا الرقم الثاني خاص بالاشتراكات الشهرية عشان ما أتلخبط أنا. المفيد اللي يريد يسوي اشتراكات شهرية تكون كل شهر يعني 4 قراءات في، يعني مرة في الأسبوع و4 قراءات في الشهر، مسوية فيها تخفيضات، اللي يريد ما عندي أي مشكلة في كل وقت. ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد، وإن شاء الله رح أنزل بعض المسابقات اللي رح يفوزوا فيها بعض، أو رح أختار عشوائيا بعض التعليق، أنتم اكتبوا لي، وأنا يعني والله كان بودي لو أقوم بقراءات لكل البنات، ولكن لا أستطيع، وأنتم تعرفوا أني أنا داخلة في الشهر السابع، يعني صراحة لهيك الأمور متلخبطة شوي، ولكن رغم ذلك أقوم يعني بجميع الالتزامات والحمد لله. أشكركم حبيباتي، إن شاء الله رح أنزل لكم بعض الفيديوهات لاحتساب الحساب الروحاني هذا، لأنكم في بعض الصعوبات من بعض التعليق شفتها، أنكم ما قدرتوا على حساب مصير علاقتكم المستقبلية من خلال هذا الحساب الروحاني، وهو حساب روحاني صحيح 100%، ورح أسوي فيديو مبسط أكثر. وأشكركم حبيبتي الكرام، وكل الشكر إلي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.